ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، سبسكرايب كمان للقناه، وتفعلوا زر الجرس توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. كريم بالمرز لتصفيف الشعر، ناس كتير قوي في مصر اكيد عارفاه، وعارفين ان دايما بيستخدموه في الكوافير للشعر بعد ما بيعملوا سشوار او مكوة شعر، عشان خاطر بي بي بيحافظ على السشوار عشان الشعر ما يهش، وفي نفس الوقت بيحافظ على التسريحه لوقت شويه. يعني هو مش جل هيفضل مثبته، ولكن بيحافظ عليها شويه، بيحافظ على الشعر. عجبني ان انا لقيته هنا، ولقيت منه انواع كتير، في اللي هو الشيبينج واكس ده اللي هو بيكون تقيل شويه، اللي هو الجامد، الواكس عامل زي الواكس بالظبط، وريحته حلوه جدا. في منه بقى حاجات تانية بزيت الزيتون وبزيوت تانية بس اخف شويه، تقدري تستخدميه لشعرك بعد ما تعملي سشوار او زي ما قلت لك مكوه. ولو حبيتي ان انت تستخدميه مثلا في الشعر عادي من غير ما تكوني عامله مكوه او اي حاجه ليها علاقه بالشعر، يعني استخدميه مره مرتين بالكتير، ما تكتريش عن كده، لان هو تقيل قوي قوي، فهتحسي ان هو خانق الشعرايه وضاغط على الفروه، فما حاولي ما تكتريش منه. او يستحسن يعني لو هتستخدميه في العادي هي مره واحده كفايه قوي، يعني في الاسبوع لو في ضروره، لكن غير كده بصراحه هو حلو جدا، وكويس ان هو فيه كمان فيتامين هي وزيت جوجوبا، واصلا زيت الجوجوبا للشعر حلو جدا، بينعم الشعرايه كده وبيدي لها لمعين وبيطريها. فانا عن نفسي عجبني جدا، فحبيت اقول لكم اللي عايز يشتريه. انا كنت شارياها ب20 ريال من الدانوب، ممكن يكون بيتباع في اماكن تانية ارخص، بس حبيت اقول لكم للي حابب ان هو يجيبه ويجربه، او للي حابب اللي بيدور عليه ومش عارف هو موجود فين. وبس، شكرا وباي باي.